في قلب المناظر الطبيعية الخلابة في باكستان، تلتقي القمم الجبلية بالأودية العميقة. يعيش طائر الحجل، أحد الرموز الوطنية التي تعكس التنوع البيئي والجمال الطبيعي للبلاد. هذا الطائر المميز يمثل جزءا مهما من التراث الطبيعي لباكستان. طائر الحجل أو الحجل الباكستاني يتميز بحجمه المتوسط وألوانه الطبيعية التي تتنوع بين البني الرمادي والأبيض والأسود. ريشه يتماشى تماما مع البيئة المحيطة به، مما يساعده على التمويه بشكل فعال في الأراضي الجافة والأراضي الزراعية. يعيش طائر الحجل في المناطق الوعرة والمفتوحة في باكستان، بما في ذلك الجبال والتلال والسهول. تفضيل هذا الطائر للبيئات المفتوحة يتيح له البحث عن الغذاء بشكل فعال، يمنحه حماية طبيعية ضد المفترسين. طائر اجتماعي يعيش في مجموعات صغيرة تتعاون في البحث عن الطعام والحماية. يتميز سلوكيا بالقدرة على التمويه والتخفي. هو نشط في الصباح والمساء، يعتمد على سرعته وقدرته على الطيران القصير كوسيلة للهروب من المخاطر. تبدأ فترة التكاثر عند طائر الحجل في الربيع، حيث يقوم ببناء أعشاشه في الأرض بين النباتات. بعد فترة حضانة تستمر نحو 3 أسابيع، تفقس البيوض ويبدأ الصغار في تعلم كيفية الطيران والبحث عن الطعام. يمكن أن يعيش طائر الحجل حتى 10 سنوات. رغم جماله وأهميته، يواجه طائر الحجل تهديدات متعددة تشمل فقدان الموائل والصيد غير المشروع. تعمل جهود الحفظ في باكستان على حماية موائله الطبيعية وتعزيز الوعي حول أهمية هذا الطائر من خلال برامج دعم ومبادرات لحماية البيئة. يعد هذا الطائر رمزا ثقافيا في باكستان، يظهر في الفن الشعبي والأدب وحتى في الرموز الوطنية، مما يعكس تقدير الشعب الباكستاني لهذا الطائر الذي يمثل جزءا مهما من التراث الطبيعي والثقافي. طائر الحجل رمز لجمال وتنوع الحياة البرية في باكستان. من خلال دعم جهود الحفظ والتقدير لتراثنا الطبيعي، نساهم في الحفاظ على هذا الرمز الوطني لأجيال قادمة.